يحكي لك انسان هو بداته. يوم من الايام هذا الانسان يحكي قال لك الوالد تاعه توفى، كانوا دايرين تجاره ما شاء الله تبارك الرحمن، الوالد تاعه توفى خلى له تجاره، خلى سكن كبير يعني طابق ارضي وطابق الاول. يقول طابق الارضي ساكنه انا والوالده وزوج خواتاتي يعني عندك ما تزوجوش، اما الطابق الاول كان مستاجره واحد الانسان يعني الوالد تاعه كان الصديق تاعه وكان موصي عليه مستاجره. هالانسان مسكين كان فيه غبينه كان فيه ضيق وكان يبني وكان باقي له مده من الزمن، قال لك خليته في الطابق الاول. سبحان الله قال لك الوالده تاعي كل مره تقول له متى تتزوج بغي نشوف وليداتك. قال لك يوم من الايام الوالده تاعي مرضت بالكبد، قالت له يا وليدي راني باغي نشوف وليداتك قبل ما نموت. قال لك والله العظيم هذه الكلمه جات كالصاعق على قلبي. قلت لهم شوفوا كشباب، الاخت تاعي قالت لي بلي نعرف عائله ما شاء الله فيها الخير فيها الصلاح وعائله فيها رجال ما شاء الله يعني عندهم بنت. قالها تكل على الله في هذاك الاسبوع يعني ما خلاهاش تفوت بزاف، اتصلوا بهذيك العائله داروا معهم ميعاد، ولكن اب البنت قال لهم تجيبوا لي هذا الولد ونشوفه. وهذه حاجه كبيره كاين يديروها بكري، كان الراجل كيمشي يخطب يجلس مع اب البنت. نهار اللي جاو ماشيين باش يخطبوا هذه البنت ويشوفوا هذه البنت ما شاء الله سالها شكون انت يا ولد من عائله معروفه ما شاء الله الاب توفي الله يرحمه، قال عندي تجاره والحمد لله الامور ميسره والسكن كاين والوالده ما شاء الله تبارك الرحمن. قال له ماشي مشكل، قال نسالوا عليك. صاحبنا اللي مشى يخطب قال نعطيك ثلاثه ارقام، رقم الاول تاع الامام نتاع الحي ونسكن فيه انايا، ورقمان تاع الجوارين وحبابنا اللي تبغي تسال اروح تسال. قال له حاجه مليحه. سبحان الله قال لك مده سته اشهر ما ردوش عليه الكلام، كل ما يتصل بهم شهر الاول شهر ثاني يقولوا له رانا نسالوا عليك. قال لك حتى سته اشهر واتصلوا بهم قالوا مرحبا بكم ومشاو وتفاهموا على الشروط وسهلوا لهم وتزوج هذيك البنت. قال لك ولكن انا ما سكنتش في الطابق الاول، هذاك الانسان اللي كان ساكن فيه صاحب الاب تاعي موصي عليه كان عندك ما بناش. قال لك انا كشغل شفني وخليته في الطابق الاول ومشيت انا استاجرت ساكن حدا الوالده تاعي باش ما نكونش بعيد على الوالده وعلى الاخوات تاعي. قال لك راحت الايام وروحي ايام زاد عندي مزيود، رفدت الزوجه تاعي توجهت عند نسابي باش نزورهم. قال لك انا في الطريق ونذكر مع الزوجه ومشياخه وسوجي مليح والهضره حلوه وهي فرحانه. قال الله يرضي عليك. قال لها عندي سؤال كل خطر نبغي نسالك وننسى، علاش قعدتوا سته اشهر وثم تبحتوا عليا وثم تسالوا لي طولتوا؟ يا قال لك الزوجه تاعي بقات تضحك. قالت له ما على بالكش علاه؟ قال لها ما على باليش. قالت له مشينا اتصلنا بالرقم الاول وشكروا فيك ويعرفوك بلي انت البار بالولد تاعك بالوالده تاعك والمالك من حلال. قالت حتى العم تاعي مشى صلى وراء الامام وسقسى عليك والامام يبغيك ويحبك وسقسي لجوارين، الا الرقم الثالث كي مشينا سالنا عليك عنده قال لنا يا ودي ما تدوش وما تزوجوش ما فيش الخير والدراهم تاعه فيها شبهه وما كانش طائع الاب تاعه والاب تاعه مات بسبابه وكذا. قالت له حنا استغربنا كيفاش مدت لنا الرقم تاع هذا الانسان وهو يدخلك بالسوء حتى سته اشهر يعني شكروا فيك بزاف الا هذاك الانسان اللي عطتنا الرقم تاعه ذكرك بالسوء. سبحان الله استغرب كي وصل عند نسابه وضمض منهم باش يعطوه هذاك الرقم الثالث اللي ذكره بالسوء، يعني شكون كان سبابه؟ كان سبابه هذاك الانسان اللي كان عاطيه الطابق الاول. قال لك عاونته وخليته ساكن الطابق الاول، مشيت انا استاجرت وباسكو كان مغبون وكان في ضيق. وسبحان الله قال لك هو اللي كان سباب وتكلم بالسوء. علاش؟ سبحان الله عاود ساله يعني عاود مشى عنده وساله، قال له والله اسمح لي طلب من السماح، قال له خفتك تتزوج وطردني من البيت اللي كنت مستاجر فيه. يعني سبحان الله شوف الناس كي دايرين. قال لك والعجيب في الامر حتى هذا الانسان حضر العرس تاعي وكان مع الشهود وكلا الفاتحه وكلا هذه. قال لك انا من نهار الاول كنت بحسن نيه، قلت هذا صاحب الاب تاعي وراه في مشكله وراه يبني وخذني نخليه، وهو اللي قال عليه ما يسواش ودراهمه ماشي حلاليين وكان عاصي والديه غير باش ما يزوجوش وباش ما يطردهش من الطابق الاول. هذه احنا قصرتنا، قالكم تسمعوا فيا شحال عاوننا من الناس وكانوا هما سبب مشاكل تاعنا، شحال وقفنا من الناس وكانوا هما سبب مشاكل تاعنا، وشحال صرامونا من الازمات ومن الضغوطات ومن المشاكل والهموم. وسبحان الله لما تبين الامر لقينا الناس اللي كنا نساعدوا فيهم اللي كنا نحبوهم اللي كانت تربطنا واحد العلاقه ما شاء الله، ولكن هما كانوا سبب هذيك المشاكل. هذه هي واتقي شر من احسنت اليه. حفظكم الله ورعاكم جزاكم الله خيرا، وان شاء الله باذن الله في فيديوهات اخرى وفي مواضيع اخرى وفي قصص اخرى هادفه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات.